صوت المطر واسترسلت مشاعري عقب الهنا والانكسر. حنيت لأيام الشتاء والليل وصوت المطر واسترسلت مشاعري عقب الهنا والانكسر. على شبابك السهر من وين ما لبد النظر، المحمدين تهاجسي لحظة تأمل وانتظر. على شبابك السهر من وين ما لبد النظر، المحمدين تهاجسي لحظة تأمل وانتظر. تحكي مريرة واقع وما خفادها ومر وشوق، لو انك كلام الليل يمحى النهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نهائي أبطال المملكة في تاريخ 12/1/2019، وقبل أسبوعين تم التأهيل بخمس أشواط 13 سلوقي 13 أو 15 سلوقي بالأصح من بين إناث وذكور. واليوم كما تشاهدون نهائي أبطال المملكة، والله يوفق الجميع إن شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. وحضرت شركة ريال كونان الله يجزاهم خير، يدعمون هذه الهواية، الهواية الطيبة المرة في الشعب، وإن شاء الله الجمعة إن شاء الله، الله يجمعنا إن شاء الله بفردوس العالم. أشكر أخوي المصور هو الغربي وكذلك المصور زعلان، الله يوفقهم لأنهم هم الذين أحيوا هذه الهواية، والله يوفقهم إن شاء الله ويجزاهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السرقة المشاركة، هذا ديخ انتقام من الشرقية، هذا التهاب سرقة من الشرقية نجم السيل طبعا، هذا الزرياب من جروب البحرين، هذه طبعا ما يحتاج دموع، وتوفيق لها توفيق لها توفيق للجميع. هذه ترام جروب الدمام، هذه طواري جروب نجم السهيل ما شاء الله تبارك الله، هذه ريشة لجروب البحرين، هذا خيزران جروب البحرين جروب البحرين. هذا طبعا مرعب مرعب الحدبة، هذا ما يحتاج غني عن التعريف. توفيق. هذه أفعال أفعال وترشيح لها الأول، ترشيح لها أوركسترا أوركسترا. هذه ياسمين هذه أفعال، هذه أفعال مرشحة حسب الجمهور الأول. والتوفيق للجميع، توفيق للجميع. هذا الديخ قدام مرشح، والتوفيق على الله، مرشح والتوفيق على الله. هذا من الغربية طال عمرك. ممنوع ممنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن كل مستعد للانطلاقة، وتم الانسحاب من ثلاث سلقان وهو قدام، وكذلك مغرور وكذلك هدف. والتوفيق على الله. المشاركين الآن تقريبا 12 مشارك، وننتظر إن شاء الله المفاجأة. عين الحسد لا تطبى، احميه ربي ورباه من كل قاسي وداني. يا ورد محلى جمالك، من شاهدك ما تمالك، يا لايمي وانت مالك ذا الورد فو حسباني. يا حسين وصل سلامي للزين غاية مرامي، قل له لذيذ المنام مقطوع حتى سلامه، وشلون فجاه جفاني. إن كان عني تسلى ولا عليه تغلى، بس إن شكله تخلى والظاهر ما نساني. يا مايع الورد خطى، عين الحسد لا تطبى، يحميني ربي وربى من كل قاسي وداني. حسين عطني جوابه
السعيدة بالله وش استفيدة كان العظيمة وفاني أنا مقدر ظروفه لو حتى تهمى نشوفه يا ليت ارسل حروفه لو عن طرف شخصي فاني يا بايع الورد خطى عين الحسد لا تطبى صالع عذرته لو ما حصل ما جبرته بالرغم يا من تضرته والبعد يا بطواني كانت تجيني علومه ما بين ليله ويومه واليوم غابت نجومه حجر الحبيب ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بحمد الله نهائي بطولة المملكة الشوط بأحسن التنظيم ونحمد الله ونشكره، والآن تتويج الفائزين المراكز الأولى ومراكز الثاني ومركز الثالث، والله يوفق الجميع إن شاء الله. والآن يتم تتويج المركز الثالث بقيادة عبد الوديد وأبو داود فريق البحرين، الله يوفقهم إن شاء الله. والآن يتم تتويج المركز الثاني أفعال لجروب البحرين بقيادة أبو داود وعبد الله ودي، الله يوفقهم إن شاء الله بالتوفيق. وهذا جانب من الحضور يحيون هذه الهواية، والله يحييهم جميع بضيافة أبو سارة، الله يوفقه ويجزاه خير. والآن الأول الديخ خيزران لجروب البحرين بقيادة عبد الله، الله يوفقه ويستاهل ويستاهل أبو ديد، الله يوفقه. ونشكر شركة ريال كونان على دعمها هذه المروف الشعبي، ونشكر الأخ أبو سارة على تنظيمه هذه البطولة وتعبه، ونشكر على جهوده المشهودة له. والآن تم نهائي التتويج، الله يوفقهم إن شاء الله، ولنا اللقاء إن شاء الله المواسم الجاية أو نهاية الموسم هذا، لنا اللقاء إن شاء الله ثاني بكم. وشكر خاص لأبو سارة على ما فعل من جهود وبذل ما فعله، ونشكره ونشكر الأخ أبو فيصل والمصورين هوا الغربي وزعلان على ما فعلوا، ولو الله ثم لولاهم ما نجحت هذه الهواية. معكم المتحدث أبو سميح.